بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. الحمد لله رب العالمين. يقول الله جل جلاله: وسع ربي كل شيء علما. كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، خلقه بعلمه، ولا يعزب عنه مثقال، ولا يعزب عنه من خلقه سبحانه صغير ولا كبير، في كل لحظة وكل آن. مخلوقاته سبحانه وتعالى جميعها، بدءا من الذرة الصغيرة وما دونها، وانتهاءا بالمجرة الكبيرة وما فوقها، من السماوات والعرش والكرسي وما شاء الله أن يكون، كل هذه المخلوقات مخلوقة موجودة بعلمه، ولا يخرج صغير ولا كبير منها عن علمه في أي لحظة من لحظات وجوده، ولا يقع تصريف أو عمل أو تغيير أو تبديل بالمخلوق إلا بعلمه سبحانه. فلا تسقط قطرة ماء من السماء إلا بعلمه، ولا تسقط ورقة من شجرة إلا بعلمه، ولا ينتقل كائن من حال إلى حال إلا بعلمه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما من شيء خلقه الله سبحانه وتعالى إلا وقد علمه قبل أن يخلقه، وقدر علمه مساره، وقدر عمله مساره ومآله، وكتب كل ذلك. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والكتاب هنا هو كتاب الأعمال. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والكتاب هنا هو كتاب المقادير، وهو اللوح المحفوظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.